المهندس عدلي راجع من الاجازه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، راجع سوق. وحشتني وحشني ساده المشاهدين. وهو وان كانوا 8 او 9 ايام لكن حدث فيهم احداث كثيره جدا، وكنت اتابع يعني الامر. لا اكنهم يعني كل يوم اكنه شهر. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وإن شاء الله تستمتعوا بحلقة مهمة جداً فيها 6 عناوين. تاني يخسر بس الأهلي ما يكسبش، والرئيس المسابقات كمان من بنها، لكن السماء تنتصر للمبادئ. من الدافية للفينيقية ما بتتوبش. قرار السوشيال ميديا الأزمة والمعنى، ونهايته الأهل في حتة تانية خالص. محتوى نتمنى أنه يجاوب لحضراتكم على علامات استفهام كتيرة كانت في الفترة اللي فاتت